شادي واحد من عشرات الصيادين الذين بدأوا بخياطة شباكهم استعدادا للانطلاق في البحر للصيد، ولكن المسافة محدودة جدا، فحتى هذه اللحظات البحر يعتبر منطقة عسكرية خطيرة. حال الصيادين في الهدنة، يتفقدون شباكهم ومراكبهم ويحصون خسائرهم. آلاف العائلات ترتزق من مهنة الصيد. في الحرب هاجروا مراكبهم حين كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الشاطئ. الخوف يسيطر على شادي خلال عمله حتى في ساعات الهدنة، والمساحة المتقلصة للصيد التي تفرضها إسرائيل لا تسمح بمحصول وافر يؤمن وجبة الغداء. ما زلناش على البحر نهائي، بس فترة التهدئة وبقينا ننزل، وبرضه يعني ننزل واحنا خايفين، يعني ما زالت الزوارق الحربية في البحر، يعني ما انسحبوش. ما قدرتش اني اطلع لغربه شوي من خوف من انه يجي يطخ علينا، وطخ علينا قبل هيك واحنا مغربين في البحر. البنزين طبعا غالي، يعني البنزين يعني بتصيد 200 شيك وبتحط 300 شيك، يعني بتحط من جيبتك. يعني الاشي يعني بنحط من، يعني الواحد بنادم بدنا يحط، يعني مثلا نجيب رزق يروع الضر، بس نجيب حق الاكل ياكلها، فبنصر لا بنجيب حق الاكل ولا بنجيب حق البنزين. زيادة مساحة الصيد وإنشاء ميناء غزة من المطالب الأولية التي يطرحها حاليا المفاوضون الفلسطينيون في القاهرة، وآلاف الصيادين ينتظرون تلبية أمالهم بمساحة أكبر لرمي شباكهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة بعد أن خسروا مورد رزقهم الوحيد خلال الغارات الإسرائيلية. هذا البحر عبارة عن سلة غذاء للشعب الفلسطيني، فإحنا محرومينه، ففتحوا لنا اياه 3 ميل وفتحوا لنا اياه 6 ميل في ارض قحطاء لا يوجد فيها اسم السبخ ولا اسم السمك. فاحنا صيادين تضررنا في الحرب. اول حاجه انك اكثر من شهر واحنا قاعدين لا صرحه ولا ترويحه، وقاعدين في قلب الدار محبوسين. 3700 صياد محلي ياملون ان تنتهي ازمتهم ليعيدوا الروح لصناعتهم ومهنتهم التي يتوارثونها جيلا بعد جيل.